بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية جميعا. الآن راح نشرح الكانونيكال فورم وهي خاصة بالسكند أوردر لينير إكويجن أوف تو فاريبلز. طبعا هنا عندنا اللي هو الصيغة كاملة راح نكتبها للسكند أوردر لينير إكويجن أوف تو فاريبلز. الآن الهايبربوليك طبعا هنا راح نكون نشتغل على الهايبربوليك اللي هي يعني المميز إلها أكبر من صفر، تمام. الآن الصيغ الخاصة بالهايبربوليك اللي هي اليو اكس واي واليو اكس اكس ناقص يو واي واي. الخطوة الأولى اللي حنشتغل عليها اللي هي نحول الاكس والواي إلى إبساي وإيتا، فالاكس بتصير إبساي والواي بتصير إيتا، وبالتالي يو اكس واي بيصير يو إبساي إيتا، والإبساي هي إبساي اكس واي، والإيتا إيتا إكس واي. وبالتالي الموضوع هيكون لما أشتق، أنا بشتق عن طريق الشين رول، يعني عشان أوصل للإكس في اليو من اليو للإبساي ومن الإبساي للإكس ومن اليو للإيتا ومن الإيتا كمان للإكس. كذلك لما أشتق بدلالة واي راح أروح من اليو للإبساي للواي ومن اليو للإيتا للواي، تمام. الآن أول ما بنبدأ الاشتقاق بيو إكس واللي هي حتكون خاصة بهذه اليو إكس الدي، حتكون الجزء الأول من الإي، وبالتالي يو إكس بحكي هنا بارشل يو على بارشل إبساي، يعني شوف نمشي بالتسلسل، بارشل يو على بارشل إبساي ومن بارشل إبساي لا بارشل اكس، بس عشان نفهم الخطوات كيف مشينا. زائد اليو، اليو ايضا ايش فيها؟ اليو فيها ايضا ايتا، فبالتالي لازم كمان نعمل بارشل يو على بارشل ايتا في بارشل ايتا على بارشل اكس كوننا بنشتق بدلاله اكس. لهيك انتبهوا لهذه الاشتقاقات كل وحده على ايش شغالين. الان بارشل يو على بارشل ابساي هي يو الابساي، وبارشل إبساي على بارشل إكس هي بارشل إكس، كذلك بارشل يو على بارشل إيتا هي يو الإيتا، وبارشل إيتا على بارشل إكس هي إيتا الإكس، تمام. الآن نشتق بدلالة يو إكس إكس المشتقة الثانية لليو إكس، يعني هذه هي، وبالتالي هذه كلها تعتبر الآن عندي هي عبارة عن إيش؟ عن يو إكس، لكن احنا بنلاحظ داخلها اكثر من عنصر، فبالتالي لما الان بدنا نشتق المشتقه الثانيه لها بدنا نشتق مشتقه الضرب، يعني مشتقه الاول في الثاني زائد مشتقه الثاني في الاول، وهذا الجزء مشتقه الاول في الثاني زائد مشتقه الثاني في الاول، فحيكون الاشتقاق طويل. فاحنا الان يو اكس اكس هي مشتقه الاول، مين الاول؟ هذا، فهي مشتقته بارشل يو ابساي على على بارشل إبساي في بارشل إبساي على بارشل إكس زائد بارشل يو إبساي على بارشل إيتا في بارشل إيتا على بارشل إكس، فهذا هو الجزء الأول. الآن في الثاني اللي هو إبساي الإكس زائد مشتقة الثاني، من الثاني هذا اللي هو حتكون إيش عندي مشتقته الثانية اللي هي إبساي إكس إكس في الأول اللي هو يو إبساي. الآن نشتغل على هذا الجزء أيضا، نفس القصة، رح نشتغل مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول، فمشتقة الأول اللي هو بارشل يو إيتا على بارشل إبساي في بارشل إبساي على بارشل إكس زائد بارشل يو إيتا على بارشل إيتا في بارشل إيتا على بارشل إكس كوننا نشتق بدلالة إكس في الثاني اللي هو إيتا إكس زائد مشتقة الثاني اللي هو حتصير إيتا إكس إكس في الأول اللي هو يو إيتا. الآن بدنا نجمع الحدود ونرتب كيف بدنا ننزلها. فهنا حيطلع معنا يو إيتا إيتا في إبساي إكس ضرب إبساي إكس حتعطيني إبساي إكس تربيع. الآن راح أحكي هنا إبساي يو إبساي في إيتا يو إبساي إيتا هذا الجزء، تمام، ضرب إيتا إكس في إبساي إكس، فهو هذه إيتا إكس في إبساي إكس. الآن زائد يو إيتا يو إبساي عفوا في إبساي إكس إكس،
هذا الجزء الأول ورتبناه هنا. الآن الجزء الثاني يو إيتا إبساي راح تعطيني يو إيتا إبساي في إبساي الإكس زائد يو إيتا في إيتا، هذه هي يو إيتا في إيتا في إيتا إكس تربيع. الإيتا الموجود هنا إيتا إكس في إيتا إكس، هذه حتعطيني إيتا إكس تربيع زائد يو إيتا إيتا إكس إكس. وبالتالي الآن هذه اللي جمعت معنا الحدود، خلينا نرتبهم حسب الترتيب اللي هو يو إبساي إبساي يو إيتا إبساي مع يو إيتا إبساي، هذه بتجمعوا مع بعض نفس العناصر وبصيروا هنا اثنين، فحيكون عندي يو إبساي 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 إكس تربيع زائد اثنين في يو إبساي إيتا. فإحنا حطينا هذه حطينا هذه وهذه مع بعض. الآن على الترتيب بنحط يو إيتا 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 إكس تربيع، بعدين يو إبساي إبساي إكس إكس ويو إيتا إيتا إكس إكس، فبالتالي بتنتج معنا اللي هي يو إكس إكس النهائية. تمام. الآن يو الواي بنشتق بدلالة واي، فبنحكي بارشل واي على بارشل إبساي في بارشل إبساي على بارشل واي زائد بارشل يو على بارشل إيتا في بارشل إيتا على بارشل واي، وحينتج معنا يو إبساي في إبساي الواي زائد يو إيتا في إيتا الواي. الآن خلينا هنا نشتق كمان اللي هو المشتقة بدلالة إكس وواي، مشتقة بدلالة إكس موجودة عندنا هنا، هذه نفسها هنشتغلها على مشتقة الأول في الثاني وهكذا. فبالتالي مشتقة الأول في الثاني اللي هو بارشل يو إبساي على بارشل إبساي في بارشل إبساي على بارشل واي، لأنه الآن الجزء الثاني بدلالة واي زائد بارشل يو إبساي على بارشل إيتا في بارشل إيتا على بارشل واي في الأول اللي هو إبساي الإكس زائد مشتقة الثاني هذا اللي هو إبساي إكس واي، حتكون لأنه الآن بدلالة واي في الأول اللي هو يو إبساي. الآن الجزء الثاني هذا نشتقه أيضا مشتق الضرب، فحيكون عندي بارشل يو إيتا على بارشل إبساي في بارشل إبساي على بارشل واي زائد بارشل يو إيتا على بارشل إيتا في بارشل إيتا على بارشل واي في الثاني اللي هو إيتا إكس. الآن زائد مشتقة الثاني اللي هو إيتا إكس حتصير إيتا إكس واي في الأول اللي هو يو إيتا. وأيضا نفس الشيء لازم نجمع ونجمع بالترتيب. إيش الترتيب اللي أنا عم بحكي عنه؟ اللي هو نفس ترتيب second order linear يو إكس إكس بتحكي أنت يو إبساي إبساي، يو إكس واي بتحكي يو إبساي إيتا، يو واي واي يو إيتا إيتا، وهذا الترتيب اللي بنرتب عليه عشان لما أجي الآن بدنا نأخذ عوامل مشتركة يكون أسهل إن نسحب منها العوامل المشتركة. فبالتالي الـ UXY هذه إيش ترتيبها حيكون عندي؟ هذا الجزء اللي هو U إبساي إبساي في إبساي X وإبساي في إبساي وإبساي X في إبساي Y، هاي هم زائد عندي الآن هذا العنصر لاحظ اللي هو U إبساي إيتا و U إبساي إيتا، هذول زي بعض حيكونوا، فهم راح نأخذ منهم عامل مشترك لمين؟ لهذا الجزء وهذا الجزء، هذا إيتا واي إبساي إكس وهذا إبساي واي إيتا إكس. فبالتالي حين أخذ هذا عامل مشترك يو إبساي إيتا في بين الأقواس اللي هو اللي حنأخذ إبساي إكس إيتا واي زائد إبساي زائد إيت زائد إبساي واي إيتا إكس. الآن الجزء الثاني اللي هو الخاص بهذا الجزء يو إبساي إبساي، راح حكينا يو إبساي إبساي هو هذا الجزء يو إبساي إبساي في إيتا إكس في إيتا واي زائد يو إبساي اللي هو طبعا خاصة الآن بهذا الجزء هاي المنطقة يو إبساي في إبساي إكس واي زائد يو إيتا اللي هو هذا الجزء الأخير في إيتا إكس واي. الآن صار عندنا جاهز اليو إكس واي. اليو واي واي المشتقة الثانية بدلالة واي لليو واي نفس الشيء راح نشتغل عليها اللي هو مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول، والجزء الثاني مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول.
بالنهاية الآن لازم خلاص يعني موضوع التسلسل في البارشل هذا لازم يكون مفهوم كتابة مش حفظ. حتنتج معي إيش هو المشتقة الثانية بدلالة واي إلى اليو. الآن جميع عناصر السكند أوردر لينير إكويجن لازم يكون صارت جاهزة عند جميع المشتقات. إحنا هون طلعنا مشتقة الثانية بدلالة واي، مشتقة الثاني بدلالة إكس واي، وهنا مشتقة بدلالة واي، مشتقة الثانية بدلالة إكس إكس. فهنا كل عناصر second order linear of partial differential equation of two variables جاهز عندنا. تمام. الآن إيش المطلوب مني؟ راح أحط second order linear equation of two variables بدلالة الإبساي والإيتا. فA في U إبساي إبساي زائد B في دلالة إبساي إيتا زائد C بدلالة U إيتا إيتا زائد D، يعني نفس الترتيب كامل. تمام. الآن بدي أبلش إيش أحكي؟ بدي أبلش أخذ من جميع المشتقات عندي بالعوامل المشتركة. إيش يعني بالعوامل المشتركة؟ اللي هو هذا بدي أعتبره عامل مشترك، وهذا بدي أعتبره عامل مشترك، وهذا عامل مشترك، وهذا عامل مشترك، وهذا عامل مشترك. وبناء عليه أخذ من كل المشتقات بكل واحدة حسب عاملها المشترك، وبكل واحدة بإيش أنا بضربها. يعني لما تكون عندي U إبساي إبساي في الـ UXX في هذه، هذا الجزء، خلينا عشان بس نفهم بالضبط كيف مشينا بالتسلسل. الآن الـ UXX هي بضربها في A، فراح أخذ هذا A مضروب في إيش؟ في إبساي إكس تربيع. لاحظ هنا لما نيجي نحطها ضمن عامل مشترك هذا حقول A في إبساي إكس تربيع. طيب إيش في عندي كمان موجود في إبساي إبساي اللي هو حسب الترتيب إكس إكس؟ راح أخذ الآن إكس واي الموجودة في الإكس واي. الإكس واي بتكون مضروبة في B، راح أخذ هذا الجزء وأضربه في B. لاحظ معي هذا الجزء أخذناه وضربناه في B. طيب الآن اليو واي واي اللي هو هذا الجزء وراح أضربه في C، لأنه هي هذا الجزء اللي هو بيكون عندي اللي هو واي واي بيكون دائما هذه جميع الأطراف مضروبة في C، فأنا راح أخذ هذا الجزء مضروبا في C، وهذا هو U إبساي الواي تربيع. وهكذا لباقي الأجزاء. يعني الآن لما بدي أجي أشتغل على المعامل الثاني اللي هو U إبساي إيتا، طبعا بدي أجي أشتغل عليه وين أدور عليه في البداية؟ بدي أروح أدور عليه في اليو أكس إكس، لأن بدي أكون هذا اليو إبساي إيتا هيو هذا الجزء موجود هنا، فراح أخذه مضروبا في A مضروب في 2 مع هذا المعامل مع هذا العنصر تبعه. فبالتالي راح تلاقين هنا حطيت إيش؟ 2 في A فهو إيش؟ في A في إبساي إكس إيتا إكس. تمام. طيب لو نروح الآن للإكس واي، بروح للإكس واي حسب الترتيب، حسب ترتيب حكينا الإكويجن. فإحنا حسب ترتيب الإكويجن اللي فيها إبساي إيتا هذه هي، هذا الجزء اللي فيه إبساي إيتا، فبأخذ هذا الجزء بين الأقواس مضروبا في بي. لاحظ هنا حطيته بين الأقواس أخذته مضروبا في بي. طيب الآن باقي عندي الجزء اللي بيكون موجود فيه إبساي إيتا اللي هو في اليو واي واي، وبالتالي بأخذ هذا الجزء مضروبا في سي. طبعا لا، هذا الجزء وين بيكون موجود؟ هذا الجزء بيكون موجود في يو واي واي، وبالتالي ايوه نعم نعم مضروبا في سي، هيو هذا مضروبا في سي الجزء واثنين هنا، انتبه عليها. فبيكون عندي هنا اثنين في سي في اللي هو ابساي واي ايتا واي، وهكذا لباقي عناصر المشتقات اللي استخرجناها. لازم نستخرجها الآن يعني بالعوامل المشتركة الخاصة بكل عنصر في معادلة second order linear of two variables. الآن اللي بهمنا ثلاث شغلات من هذه التجميع النهائي الآن اللي جمعناها. أول شيء هذا الجزء ممكن نحفظه عشان نحل بشكل مختصر عليه في الأسئلة، لما يعطينا أسئلة عشان نطلع الكانونيكال فورم إلها راح نحكي الآن فيه. لكن الآن عشان نكمل شغلنا ونطلع باقي التحليل لهذا الكانونيكال فورم، بدنا نأخذ هذا الجزء اللي حكينا خاص بمين؟
طبعا احنا اذا بنتذكر فوق حكينا اول شيء شو احنا شكل الكونونيكال فورم، اما يو اكس واي اللي هو ابساي ايتا او يو اكس اكس ناقص يو واي واي، يعني يو ابساي ابساي ناقص يو ايتا ايتا. وبالتالي راح اخذ انا من هذا الجزء راح اخذ اللي لها عامل مشترك يو ابساي ابساي ويو ايتا ايتا. ممكن يقول لك بس استخرج لي هذول، يعني طلع لي مثلا المشتقه الثانيه كذا، ما بنعرف في السؤال هل حيجيب لنا انه نشتق القانون كامل ولا لا، لكن ممكن يعطيني اجزاء منه ونكمل عليها. يعني ممكن يجيب لك بالسؤال كل المشتقات هذه ويقول لك الان كمل من هون واستخرج لي الان المعادلات اللي بدي اياها اللي اشتغل عليها، وكمل حل باقي القانون عليها عشان تطلع اللي هو الكاركترستيك ايكويجن. فبالتالي الان راح اخذ هذا الجزء، هذا الجزء اللي هو اللي له يو اكس اكس واساويه بصفر، يعني فقط اللي بين الاقواس واساويه بصفر هنا، واخذ هذا الجزء الخاص بالابساي ابساي واساويه هنا. الان لما اخذ هذا الجزء واساويه بصفر عشان اخليها معادله تربيعيه، بقسم المعادله كامله هذه بقسمها كامله على معامل سي اللي هو ايش؟ ابساي واي تربيع. فبتصفي عندي بشكل معادله تربيعيه ابساي اكس على ابساي واي الكل تربيع، زائد حيروح هذا فبصير ابساي اكس على ابساي واي تربيع راح، فبصير ابساي اكس زائد سي. الان صارت عندي معادله تربيعيه. كذلك بالنسبه للمعادله الثانيه اللي هي فيها ايتا تربيع اكس على في بي في ايتا اكس ايتا واي زائد سي في ايتا واي تربيع، ايضا بقسم على معامل سي اللي هو ايتا واي تربيع، وبصفي عندي شكلها معادله تربيعيه. الان معادله تربيعيه بحلها عن طريق المميز، بيكون في عندي قيمه موجبه وقيمه سالبه للابساي. الان مبدئيا باخذ ايش القيمه الموجبه هون، سالب بي زائد جذر بي تربيع ناقص 4 اي سي، وهنا باخذ المميز سالب للايتا. فعندي الان المميز اللي هو عشان استخرج هذا اللي هو التربيعي، تمام. فبالتالي الايتا شو بتكون عندي؟ سالب بي سالب جذر المميز. وبالتالي الان بتشكل عندي تو كاركترستيك ايكويجن، هذه وهذه، تمام. الان نحكي الان نرجع للمعلومه اللي حطيناها في الاعلى، انه ابساي تساوي ابساي اكس الواي والايتا تساوي ايتا اكس الواي. الان بنشتق نحكي مش دي الابساي شو تساوي؟ تساوي ابساي اكس في دي الاكس زائد ابساي الواي في دي الواي ويساوي صفر. كذلك بالنسبه للايتا بنحكي ايتا دي الايتا نشتقها وتساوي ايتا الاكس في دي الاكس زائد ايتا الواي في دي الواي وتساوي صفر، تمام. الان هذا الجزء نشتغل عليه وهذا الجزء نشتغل عليه. الان بننقل اللي هو مثلا الابساي اكس دي اكس على اليمين بتصير سالب، بنقسم على دي اكس، هذا الطرف نقسمه على دي اكس، وهذا بنقسم الطرف الثاني على دي واي. في النهايه بتصفي عنا الشكل العام ايش لما نقول هنا، بتصفي عنا سالب ابساي اكس دي اكس وابساي واي دي واي. الان لما نقسم على دي اكس وعلى ايتا الواي بيصير عندي هذا الشكل، دي واي في دي اكس شو تساوي؟ سالب ابساي اكس ابساي واي. وبالتالي بيصير عندي اللي هو الكاركترستيك ايكويجن لما نضربها بسالب، هيك كان شكلها عندي الكاركترستيك ايكويجن، سالب بعدين زائد، لما نضربها بسالب الاطراف راح تصير عندي السالب اللي كانت هون راح تصير عندي موجب، والموجب اللي كانت هون راح تصير عندي سالب. فبالنهايه حيكون عندي هذا الكاركترستيك ايكويجن النهائي. وبالنسبه للايتا نفس الشيء، بننقل هذا الجزء على اليمين بيصير سالب، بنقسم هذا على دي اكس وهذا بنقسمه على ايتا الواي، وبنقسم هذا الجزء على دي اكس وهذا الجزء بنقسمه على ايتا واي، بصفي معنا على الشكل دي اكس دي واي سالب ايتا الاكس على ايتا الواي. وبالتالي شكل كمان القانون العام بيصير عندي هنا كانت سالب صارت موجب، وهذه كانت سالب لما ضربناها بسالب بتصير عندي موجب. وهذا هو ايش التحليل النهائي لمعادلة الكنونيكال فورم. وبالتالي لما الآن بدي أحل مسألة، من وين بدي أبلش؟ دائما بدي أحل مسألة راح أبدأ من هنا، لما بدي أبدأ
رح أبدأ من هون بالقانون العام الخاص بالإيتا والإبساي. وبالتالي خلينا نشوف مثلا مسألة هنا. أول ما يجيك سؤال find the canonical form، هيك بكون ريحنا في إيش المطلوب. أول شيء بطلع المعامل الـ UXX اللي هو اسمه A وقيمته 1، ومعامل الـ XY اللي هو مش موجود عندنا فبيكون B يساوي 0، ومعامل الـ UYY اللي هو C وقيمته سالب 4. تمام. الآن بتحقق من المميز، إذا كان أكبر من 0 معناته المعادلة هي hyperbolic equation، وبكمل شغل. ما طلعت hyperbolic خلاص ما بشتغل، ما بعرف شو عايش أشتغل. إحنا مهمتنا نشتغل على الـ canonical form للـ hyperbolic equation. تمام. الآن إذا طلع معي فبالتالي المميز عندي 16 أكبر من 0. تمام. الآن بدنا نشتغل على الـ dy dx. حكينا الـ dy dx بالنسبة للـ إبساي يساوي سالب إبساي الـ x على إبساي الـ y، سالب إبساي الـ x على إبساي الـ y. وبالتالي القانون العام اللي إلها b حكينا بيصير بدل زائد ناقص صارت جذر b تربيع ناقص 4 ac، واللي هي قيمتها جذر 16 يعني 4، والb 0 سالب 4 على 2 وتساوي سالب 2. الآن تساوي سالب 2. طيب يعني الدي واي على دي اكس قيمتها تساوي سالب 2. أنا هون هذا كلام غلط، لازم هذه سالب 2. تمام. الآن نضرب ضرب تبادلي. تمام. بيصير عندي دي واي شو تساوي سالب 2 دي اكس، وبالتالي سالب 2 انا هون مكمل صح. فالان من كامل الطرفين الدي واي لما نكملها بتصير واي، وسالب 2 دي اكس بيصير تكاملها سالب 2 سالب 2 دي اكس تكاملها بيصير سالب 2 اكس زائد السي، لانه تكامل غير محدود. هذه السي تعتبر هي الابساي. تمام. وبالتالي بنحكي الان الابساي شو تساوي، ننقل هاي هون y زائد 2x. تمام. الجزء الثاني الآن بنشتغله عشان نشتغل على الايتا، فبنحكي dy على dx يساوي سالب ايتا x، عشان نتخيل إذا سالب ايتا x اللي هو البسط بيصير على ايتا الواي. وبالتالي القانون العام اللي إلها b زائد جذر b تربيع ناقص 4c على 2a، ويساوي جذر 16 زي ما حكينا، ما هي 0 زائد جذر 16 يعني 4 على 2 وتساوي 2. الآن نضرب ضرب تبادلي بين الدي واي على دي اكس، وبتصير عندي دي واي يساوي 2 دي اكس. بناخذ تكامل للطرفين بيصير عندي واي تساوي 2 اكس زائد سي 2 اللي هو بيعبر عنه بالايتا، فالايتا تساوي قيمتها واي ناقص 2 اكس. صارت عندها معادلتين. من المعادلتين بنطلع ايش؟ بدنا نطلع قيمه الاكس والواي، لانه شوف بالسؤال قال لك هون يساوي x زائد y، فأوعكم تخلوها زي هيك x زائد y. فبالتالي من المعادلتين بنشتغل على المعادلتين. الآن المعادلة الأولى بيقول لك الإبساي تساوي y زائد 2x، والمعادلة الثانية y ناقص 2x. فبالتالي بنشيل هذول الطرفين بصفي عندي 2y تساوي إبساي زائد إيتا، وبالتالي الواي تساوي إبساي زائد إيتا على 2. طيب مرة ثانية بنشتغل على المعادلتين، إبساي يساوي y زائد 2x وايتا تساوي y ناقص 2x. نضرب هذه كلها بسالب، هذه المعادلة اللي كانت عندنا هون نضربها هي كلها بسالب، فهذا حيصير موجب، وبالتالي حيصير عندي 4x. الواي حتروح 4x على يساوي عفوا ابساي ناقص ايتا، وبالتالي x تساوي ابساي ناقص ايتا على 4. الان بنتابع باحدى الطريقتين. شو يعني انا قصدي باحدى الطريقتين؟ احدى الطريقتين الطريقة ممكن تبلش تشتق هذول كلهم من البداية وبعدين تعوض في المعادلة. شو تشتق؟ يعني تشتق الـ UXX وتشتق الـ UYY وتشتق الـ UX، أو طريقة ثانية. الآن شو صيغة حكينا الهاي الكانونيكال فورم؟ صيغتها UXX ناقص UYY، أو اللي هو إيش؟ UXY. طيب حكينا ممكن من المعادلة ونحفظها هون، هذا الجزء نحفظه من الاشتقاق، ممكن نحفظه اللي هو 2a في إبساي x إيتا x زائد b إبساي x إيتا y زائد إبساي y إيتا x. هذا الجزء نحفظه كامل بدلالة مين؟ بدلالة u إبساي إيتا. وبالتالي هذا الجزء ب
بيعوض عن الشكل العام للكانونيكال فورم اللي هو يو اكس اكس سالب 4 يو واي واي. وبتبقى علينا فقط يعني لما نعوض في 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 ذاك الجزء بتبقى علينا فقط نطلع اللي هو اليو اكس ونضيفه لهذا الجزء. فبالتالي انا حاكي هون ان نشتق يو اكس من المعادله فقط ونضيفها للجزء الثاني من الاشتقاق اللي هو 2 اي ابساي اكس ايتا اكس زائد بي ابساي اكس ايتا واي، وهذا الجزء كامل زي ما حكينا بدلاله اللي هو اليو ابساي ايتا. طيب 2 في اي، الاي شو قيمتها؟ 1. طيب الابساي شو قيمتها؟ اكس. ابساي اكس قيمتها عفوا قيمتها 2. كيف عرفنا؟ هي الابساي هذه اشتقها بدلاله الاكس تعطيك 2، والاي تشتقها بدلاله اكس تعطيك سالب 2. طيب اشتق الابساي بدلاله واي بتعطيك 1، اشتق الاي بدلاله واحد عفوا بدلاله واي بتعطيك 1. فبالتالي هنا نظمنا المعادله. اذا ايتا الاكس حكينا سالب 2، البي عندنا تساوي 0، فخلاص ما في داعي تكمل هون كلها 0، زائد 2 في سي اللي هو سالب 4 في ابساي بدلالة واي هو 1 حكينا، وايتا بدلالة واي هو 1، هذا كله في مين؟ في يو ابساي ايتا. وبالتالي كله الان لما نجمع هيعطيني هيعطيني هذا الجزء سالب 8 وهذا سالب 8، فبالتالي كله على بعضه سالب 16 يو ابساي ايتا. الان بشتق بدلاله اكس اللي هو الجزء الاضافي من المعادله. هسه هو يمكن يجيب لنا هذا الجزء اموره طيبه وسليمه ما في مشكله، ويجيب لك معاه يو اكس وكمان يو واي، فبدك تضطر تشتق بيو اكس كمان وتشتق كمان اليو واي، لكن هذا يو اكس فقط، فبشتق بدلاله اكس المشتقه الاولى، فهي بارشل يو على بارشل ابساي في بارشل ابساي على بارشل اكس زائد بارشل يو على بارشل ايتا في بارشل ايتا على بارشل واي، وهذه قيمتها 2 وهذه قيمتها سالب 2. وبالتالي بيكون الشكل للمعادله عندي ايش؟ 2 في يو ابساي ناقص 2 في يو ايتا. تمام. الان هذا بضيفه لمين؟ هي فقط شوفها، هذا بضيفه لمين؟ بضيفه الناقص 16 يو ابساي ايتا، بضيف له هذا الجزء هنا، بضيف له هذا الجزء ويساوي اكس زائد واي. اكس زائد واي عندنا الان، بوحد المقامات، اكس طلعناها وواي طلعناها، الان بوحد المقامات وبجمع حيعطيني هنا ايش؟ 3 ابساي زائد ايتا على 4. الان بنقول هذا الجزء وهذا الجزء بنقولهم للطرف الثاني بصير سالب، وهذا بتصير موجب وزائد. الان بقسم على سالب 16، فبصفي عندي الشكل النهائي للكونونيكال فورم، وهذا ضروري تعملوه. الشكل النهائي بعد ما قسمنا على 16 اللي هو يو ابساي على 8 سالب 16 مع سالب 2 بتصفي عندي على 8 موجب، وهذه كانت موجب على سالب 16 صارت على 8، 2 مع 16، وهنا تقسيم الأربعة وتساوي ايش؟ سالب بدل الموجب سالب 64. وهذا الشكل النهائي للكونونيكال فورم. إذا ما بدكم تحلوا بهذه الطريقة، بدكم تشتقوا بدلالة X مرتين يو اكس اكس، وتشتقوا بدلالة Y ويو واي واي حسب شكل المعادلة، حسب شكل المعادلة في السؤال. يعني شوف هذا يو اكس اكس وبدك تطلع يو واي واي، بعدين تضربها في سالب 4، بعدين تزيدها ليو اكس. طبعا يو اكس اشتقيناها في الأعلى، وبالتالي بعد ما تطلع يو اكس اكس وتطلع يو واي واي سبستيتيوت ان بارشل ديفرنس، بدك تعوض كامل وتختصر، بالنهايه حيطلع معك نفس الجواب اللي طلعناه بالطريقه المختصره. والله يعطيكم العافيه جميعا وبالتوفيق لنا ولكم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.